وهناك في أرصفة الهند حيث طردوا من المستشفيات وفي غيرها لأنهم لم يجدوا حق الدواء أو تكاليف المستشفى فأخرجوا من المستشفيات. فأين هي حكومة الوفاق؟ أمر رئاسي. والعجيب أن هذا الأمر لا يتابعه صاحبه. لم تقولون ما لا تفعلون؟ وحكم من المحكمة. إذن ما زال النظام، ما زال الفساد، ما زال الاستغلال، ما زالت السخرية لهذا الإنسان. وإلا فلم يصدر الرئيس أمرا والقاضي حكما ثم لا قيمة له ولا عبرة به؟ دليل أن لا عبرة بالرئاسة ولا عبرة بالقضاء، لأن هذا وذاك لم يحترم نفسه ولم يقم بأداء دوره فيكون لأمره احترام ويكون لقضائه احترام. ولكن إن الناس في الساحة وهنا يدل على أن هناك تصميم وعزم، وسيستمر أولئك الذين في الساحات وهؤلاء الذين يقفون هنا في ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء سيستمرون، وستكون جذوة الثورة باقية. وستبتعد هذه الثقة وستبتعد.